مرحبا بكم خوتي صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الان رئيس الجزائر عم يتبون في ولايه تندوف والعيشه قلوبهم راهم بينطقوا، راهم يتسائلوا علاش رئيس الجزائر روح لولايه تندوف خصوصا في هذا الوقت. المهم في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على سبب زياره رئيس الجزائر عم يتبون لولايه تندوف وشكون الشخص اللي استقبله في ولايه تندوف. خوتي ما تنساوش لي لايك البارطاج، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو خوتي نتمنى منكم كامل اشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، وبلا ما تنساو لي لايك مع البدايه تاع الفيديو باش يطلع الفيديو تاعنا. خوتي نبداو بسم الله. المهم كيما راكم تشوفوا هنا لحظه وصول طائره الرئيس الجزائري عم يتبون، وماشي الرئيس الجزائري وحده، راه في ولايه تندوف لا حتى الشنقريحه راه معاه هي العياشه. زيدوا تبعوا. المهم هنا تحيه العالم من رئيس الجزائر عم يتبون خوتي لحظه وصوله كيما قلت لكم الى مطار تندوف بالطائره الخاصه. وهنا كيما راكم تشوفوا هذا هو رئيس الجزائر عم يتبون، وهنا كيما راكم تشوفوا يا العياشه شنقريحه راه مرافق رئيس الجزائر عم يتبون لولايه تندوف. زيدوا تبعوا. على بالي بلي العياشه قلوبهم راهم بيطردوا، راهم باغيين يعرفوا غير السبب تاع الزياره هذه تاع عم يتبون لولايه تندوف. يعني كي يزور رئيس الجزائر ولايه تندوف يحاسبوه كاع بلي دخل الارض تاعهم. العياشه مساكين راهم حاسبين بلي تندوف تاعهم. زيدوا تبعوا. ما تلاقي شيء باش تاكد نفسك واش قال له. قال له في ولايه تندوف، يعني مرحبا بك في ولايه تندوف يا سيدي الرئيس. عياشي على بالي بلاك انا صخليك ثالث ثانيه باش نقول لك شنو هو السبب. زيد تبع العياشي عميد المرويات قائد الجو، عميد عون الله الحبيب قائد الجهوي اللوجستي. المهم كيما كنت تشوف يا العياشي وعلى بالي بلي كنت تكحل، يعني هادو رجال تاع الجزائر كنت تسمع غير قائد فلاني قائد فلاني، وايضا على بالي بلي سمحت الطائره اللي كانت فايته. هذه ماشي كيما اللي عندكم انتوما. زيدوا تبعوا.
خير الان. المهم كيما شفت يا العياشي اللي كانوا في السماء دايرين الحس هذوك هما، وايضا كيما شفت الاستقبال تاع رئيس الجزائر عمي تبون في ولايه تندوف، هادو تاع ولايه تندوف، مش كنتوا تقولوا ولايه تندوف حابس وراهم حابسين فيها الصحراويين، ولايه تندوف تاعنا. عياشي مسكين قلبك راه بيطرطق، اي تبع معنا السبب تاع الزياره تاع رئيس الجزائر عمي تبون لولايه تندوف، تبع العياشي وكحل غايه، لي لايك خوتنا والبارطاج طلعوا لنا الفيديو. رئيس الجزائر عمي تبون في مطار ولايه تندوف باش يستقبل رئيس موريتانيا، زيد تبع. معنا خوتي في هذا الفيديو لحظة استقبال رئيس الجزائر عمي تبون لرئيس موريتانيا بولاية تندوف في مطار ولاية تندوف. رئيس الجزائر استقبل رئيس موريتانيا، على بالنا بلي العياشة قلوبهم غادي يطردوا كي شافوا الرئيس الجزائر عمي تبون في ولاية تندوف. والعياشة بالنسبة للرئيس الجزائر ما جاش وحده، جا معاه شنقريحة كيما الخطرة اللي فاتت مين جاو الغارج بيلات، هذه المرة جاو للمطار باش يستقبلوا رئيس موريتانيا، وراهم في ولاية تندوف عياشة ما تقلقوش. عياشي مسكين قال لك باللي ولاية تندوف تاعنا ولازم على تبون قبل ما يدخل يسقسينا. مساكين العياشة، على بالنا بلي راكم هنا بعد ما شفتوا رئيس الجزائر عمي تبون بالنظرية تاعه في ولاية تندوف. المهم كحل كحل يا العياشي. المهم خوتي هذا هو سبب زيارة رئيس الجزائر عمي تبون لولاية تندوف لاستقبال رئيس موريتانيا في ولاية تندوف خوتي. وبالنسبة للسبب تاع هذه الزياره تاع رئيس موريتانيا للجزائر وبالاخص في ولايه تندوف، ما على بالناش العياشه، من بعد ان شاء الله بعد ما تكمل الزياره وبعد ما نعرفوا علاش السبب نجو نخبركم ان شاء الله، ونخلوا قلوبكم يزيدوا يطبقوا العياشه. المهم خوتي لي لايك البارطاج، اللي ماش مشترك هبط يشترك ويفعل زر الجرس، طلعوا لنا الفيديو بلي لايك خوتي باش يوصل للعياشه وغيرهم باش يشوفوا.
زيارة على رئيس الجزائر عمي تبون لولاية تندوف، وايضا يشوفوا شنقريحه معاه باش قلوبهم يطابقوا كيما قلت لكم خوتنا. شكرا كامل الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه، عطونا رايكم في التعليقات. القناه الاولى غادي تلقوها في صندوق الوصف، مرحبا بكم كامل. حساباتي الشخصيه انستغرام تيك توك لاباش على فيسبوك ايضا غادي تلقاهم في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.